أسعد الله أوقاتكم مشاهدين ترندز، ويا هلا ويا مرحبا فيكم جولة جديدة لأبرز الهاشتاغات والتداولات اللي رصدناها لكم من مختلف منصات التواصل الاجتماعي. دائما نأكد على ضرورة عدم تلقي المعلومات إلا من مصدرها الرسمي، ووزارة الصحة عبر موقعها الرسمي بتويتر نفت بشكل قاطع المعلومات المتداولة حول توقف برنامج التأمين الصحي للمتقاعدين عافية، وأكدت على انتظام تقديم الخدمة عبر المراكز المعتمدة. نشوف معكم التغريدة الجاية. تداول نشطاء تويتر التعاون الثنائي بين وزارة التجارة مع الإدارة العامة للمرور بعد ضبطهم لأكبر مستودع في منطقة الشرق الأوسط لتخزين عوادم المركبات اللي تخرج منها أصوات مزعجة في منطقة الصليبية. نشوف معكم تغريدة من حساب وزارة الداخلية بتويتر. وما الحب إلا حب الكويت، بالتغريدات والمشاركات عبر المواطنين بكل حماس عن مشاعرهم الوطنية. وعن هذا الجانب رصدنا لكم فيديو من حساب شركة المشروعات السياحية واللي كان تحت هاشتاغ البلد هذه بلدنا، مكتسح منصات التواصل وكان الأكثر تداول. خلونا نشوف تفاصيله معاكم على الشاشة. والبلد هذا بلدنا ما حدنا عطي، البلد هذا بلد ما العبيلي على حسب الاصول دق يلقى يا تاج البنات لعبة بدوية والعبي لعبة حضرية البلد هذه بلدنا ما خذيناها عطية البلد هذه بلدنا ما خذيناها عطية خبز أيام الغزو كلمة ترددت على مسامعنا خصوصا من اللي ذاقوه بديك الفترة، شنو طعمه شنو ريحته، وإذا تبون تجربونه وفرته شركة المطاحن الكويتية لفترة محدودة بالتزامن مع ذكرى التحرير واللي تصادف 26 من الشهر الجاري. أما الحين خلونا نشوف معاكم تفاصيل الخلطة لخبز أيام الغزو بالمقطع على الشاشة. سالفتي مع المطاحن بالغزو طبعا سالفة كل الكويتيين أول الغزو. العم خالد الصقر قال لي لا انت مسؤول اليوم بالكويت وما كنت اقدر اناقش فيه يعني في ذاك الوقت، خلاص مسؤوليه القيت عليك لازم تعمل. واعلنوا في المساجد ان محتاجين متطوعين في كل مرافق الدوله. احنا كان عندنا تقريبا 8000 متطوع. طبعا كويتيين اغلبها. وكان دوري انا عند البوابه. فاخذوني حطوني على الميكسينج. اكثر شيء كنا في البيع. بوظيفه عجان. لا اعرف شيء بالخبز ولا بالطحين ولا بالعجين ولا بشيء. قلت بعض الاشياء، مثلا قل الطحين. احنا خفنا ان الخبز يخلص، فعملنا هذه الخلطه اللي توفر لنا كميات اكبر وتخلي الخبز يتم في مده زمنيه اطول. على تفاصيل الخلطه هاي سريه، ما نعلمكم عليها. فيانا الطحين كامل، ما هو اسمر حيل ولا هو ابيض، هو نفسه بس انه يضيفون عليه النخاله. الخبزه طلعت طبعا مو مسبوقه، يعني مو ما سويناها من قبل، شويه حرشه. اوف كان لونه يا مايل للذهبي كذي. شاي حليب على طلعت صراحه حلوه يعني. ساعات تطلع مستطيله، ساعات تطلع شويه شكلها غريب، مربعه تطلع بعض الاحيان تخترب، بس ما كنا نقط شيء. ماكو شيء ينقط. وين تالف في الغزو؟ نشتغل وقعد ناكلها حار. ايش حلوها وزينها. وتطلع والله حلوه كما تفوخها كذي من زينها اول ما تطلع. عقب ما تنتفخ كذي تطقها كذي. اوف. شوف هالخطوط هذه. هذه ارضيه الفرن.
والله كان أحلى ريوق، يعني أغلب الأحيان خبز حاف مع الشاي نقعها وتأكلها قبل لا تدخل الفرن. يرشون عليها شوية مهياوة، أحط فيها جبن وطماط وزيتون وأشفسها، تصير بيتزا مو خبزة. سوق نوير يعد سوق خاص لبيع منتجات المزارعين الكويتيين، وراح يكون في مختلف مناطق الكويت. واليوم عندنا جولة في منطقة النزهة مع شاهد وعهد الخميس في سوق نوير، تابعوا معنا للتفاصيل. صباح الخير. مثل ما انتم عارفين النوير هي وردة صفراء تتفتح في نهاية الشتاء، والحين حزتها. اليوم احنا موجودين في سوق النوير، سوق المزارعين الكويتيين، تابعونا. مثل ما انتم شايفين المكان جميل جدا وحضاري بنفس الوقت. هذا المكان من تصميم المهندسة المتطوعة زين البرجس. كلمنا أكثر عن مشاركتكم اليوم بسوق النوير. مشاركتنا نبي ننزل حق الناس منتجاتنا، منتجات المزارعين الكويتيين بأسعار رمزية وبقل من السوق المتعارف عليه. وحنا نبي نتمنى حنا من الشعب الكويتي إنه يجون يدعموننا بشيء رمزي. يعني حنا نبيع القرنبيط، نبيع الزهرة، نبيع الطماط الشيري، نبيع عندنا منتجاتنا الباذنجان كلها بأسعار رمزية. بس عاد نشوف حنا نبي الشعب إنه يدعمنا بالشيء اللي يقدرون عليه ويجونا بسوق النوير. بالتنسيق مع رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية، ومكانهم اليوم في حديقة النزهة، وراح ينتقلون إلى مناطق مختلفة بالكويت وبكل محافظات الكويت. خلونا نقارن بالأسعار الموجودة اليوم في سوق النوير. بكم صندوق البطاط؟ دينار ربع. والباذنجان سامي 150. هذا الطماط نص دينار. نص دينار. ومثل ما انتم شايفين ان الصناديق راهيه، وايد المنتجات الموجوده المتوفره كويتيه. ننصحكم انكم تيون وتزورون سوق النوير وتشجعون المنتج الكويتي. بلشت طلايا الخير لشهر الخير، تغريدات على مستوى واسع في وسائل التواصل الاجتماعي عن نشر مركز العجيري تاريخ بداية شهر شعبان واللي راح يصادف 21 فبراير، وغرة رمضان الكريم في 23 مارس. نشوف معكم بعض التغريدات المتداولة حول هذا الموضوع. خبرنا الأخير من حساب وكالة رويترز عبر تويتر، واللي نشرت مقطع فيديو يظهر من خلال اكتشاف تابوت من العصر الروماني يعتقد أنه ينتمي لشخصية بارزة في موقع مقبرة رومانية عمرها 2000 عام تم اكتشافها العام الماضي. تابعوا معنا الشاشة. وصلنا معكم لختام جولة اليوم، نترككم حفظ الله ورعايته، مع السلامة.